تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، اقر واعترف ان خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوه. طب وليه كده؟ اضمن حقي. انما ما تخافش، انا مش حظهره اللي اذا خنتلي. ما بلاش، ده شرط الاساسي. امري لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقاربي في خربتها بحيره. ايه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوه، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. ممكن اشيل الشنطه دي عندك 5 دقايق وحياه ابوك. ايه فيها؟ فن الله. تشكر يا اخوي. اللي فات انا كنت بعمل ده لمصلحتك. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه ونعيش نعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايه، انت زعزوعه عمري. انا زع هو كده بحكي يا شيخ، منعول قوي الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن، دول اصحاب فضل علينا. ايه يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ الله، انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنقصدكم دلوقتي، هخلص شويه متعلقات واجيلكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عايده. ظبط واحد مسطول على الناصية بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي، بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح يا بعدين. السلام عليكم.
وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو اني اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي تبقى نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله، ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن على. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو اني اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه، هقطع خبره كالكوضاء الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز اطهره، ما تخلوش غيب عن عينك. جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 سته تانيه، ولو قفلنا عليه سي 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 سته تانيه هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسيبه، وانا اللي هقطره. يكون في علمكم، الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. أنت مسقف أنت، على النعمة أنت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني، لأن المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عيك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه، اللي كان بيقف دايما قدام اللوكاندا. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا
يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. أنا شايف كل حاجة بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه أحلى شحات عندنا، تيجي أنت تاخده مننا سفلاء. أنت عايز تقول إن الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ أيوه بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده إيه؟ زهورات سكرتة موقفينه بدل حساسانين، بس حساسانين أستاذ يا أستاذ. وأنتوا بتشغلوه بصفاتكم إيه؟ أحكي له يا أخي، أحكي له يا حامد. أنا هقول لك كل حاجة سعادة البيت. أنا عايز فرح يا عمي عمر الحتة دي ما شافته. وإيه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها إيه المصاريف؟ دي ليلة واحدة في العمر يا عم. أيوة النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر إيه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. أيوة يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرشيت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده قوانطة. اه اهلا يا سعادة البيه. اهلا اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعادة. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. أخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحة واحدة. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكرة. وبيقولوا عامل فرح انتكى فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. فلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلع الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. فرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده. اه ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوش. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. ما تتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي بيندهولك هناك. طب عند اذنكم. جاي هو. قلت ايه مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي.
لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية حبقول لك أنا. يا جميل الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده. اه ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنة الشحاتة وحشة ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوّن. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكرة نتفاهم. مفيش بكرة، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش، احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي، بيندهولك هناك. اه طب بعد اذنكم. جاي هو. اه قلت ايه، مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هقول لك أنا. الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتعب. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا هفضل قاعد.
هو في ايه يا حسنيه؟ الصباحيه حابب اقول لك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف، انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. الصباحية حابب أقول لك.